سؤال آخر، كثير من النساء يتساءلن عن قضية التراويح، واش المرأة يمكن لها تخرج للتراويح، خصوصا التراويح التي تكون في جوف الليل في التهجد في القيام، لأن في أول الليل الأمر سهل، كيكون باقي الناس غاديين جايين كيصلوا العشاء وكيصلوا كذا، فكتمشي وتجي. طبعا الأصل في المرأة أنها تصلي في بيتها، هذا هو الأصل، ولكن من النساء من تحب أن تحضر الجماعة مع المسلمين، أولا لأنها كتكون مثلا ما قرياش ما حفظش القرآن، ويدور الأمر بين أن تصلي في المسجد فتغنم هذه الغنائم العظيمة، وإما أن تمكث في بيتها فلا تصلي. فإن دار الأمر بين ترك الصلاة كليا، يعني النافلة هذا القيام، وبين أدائها على هذا النحو، فنقول لها لا بأس، ما كاين مشكل. ولكن إذا كانت قادرة باش تصلي في بيتها، تصلي في بيتها أفضل، تصلي في بيتها أفضل، لأن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد حيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخير يشنعي معناها فيها الأجر، فيها الأجر. شو دابا الرجل جعلت صلاته في المسجد خيرا من صلاته في بيته، إلا عنده القدرة ما خصوش يتخلف على صلاة الجماعة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أو صلاة الفرد بخمسين وعشرين درجة أو بسبعين وعشرين درجة كما في الرواية الأخرى، بسبعة وعشرين درجة. لكن المرأة لا، بالعكس، الصلاة ديالها في البيت ديالها أحسن لها من الصلاة ديالها في المسجد. هذا الشيء دابا كنهضروا على الفرائض، أما النوافل فأبعد وأبعد. لكن لو أن المرأة كانت محتاجة أن تصلي في المسجد مع الإمام، وكانت لا تحفظ كثيرا من القرآن، أو لا تجيد قراءة القرآن، وتريد أن تستمع إلى تلاوة ندية من صوت الإمام، وكانت تجد قلبها وتجد خشوعها في هذه الأجواء الإيمانية التي يوفق الله عز وجل لها، فنقول لها لا حرج ولا بأس. لكن نراعي أمر الفتنة، وهنا نصيحة للنساء. احنا كنعرفوا بأن المرأة هي فتنة، والأصل فيها أن تستر بدنها، وقضية ستر البدن راه ماشي فقط هو تغطية البشرة، ستر البدن هو أن يكون ذلك الساتر الذي تتخذه ليس فتنة في نفسه. راح نذكرنا مرارا شروط الحجاب، راه ماشي الحجاب فقط هو تغطي البشرة ما تبانش الجلد، لا، راه خص ذاك الثوب الذي تلبسينه خصو ما يكونش، ماشي تقدر تجي المرأة لابسة شي حاجة مزوقة، لابسة شي حاجة ضيقة، لابسة شي حاجة كتفتن، وفين غادية؟ غادية نصلي، وغادية وتتفتن عباد الله. إذا تخرج وهي تلبس ثيابا ساترة لا تفتن بها الناظرين، وأيضا لا تدع يعني الطيبة ينفلت منها، لأن كاين بعض النساء كتبغي تخرج وكتبدا تعطر، تخطب خدمة تعطر. شوف دابا الصحابة لما رأى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه امرأة تخرج، قال لها ووجد ريحة شم، قال لها يا أمة الجبار إلى أين؟ يا أمة الجبار، شوف دابا الفقه ديال الصحابة، ما قالهاش يا أمة الرحيم، يا أمة الغفور، لا. وهذا يعني سبحان الله، هذا من الفقه، أن المسلم يستعمل يعني أسماء الله عز وجل وصفاته حسب الحاجة وحسب المناسبة، هذا فقه آخر. ما قال ليش هذا، لا، يا أمة الجبار، لكي تستشعر عظمة الجبار سبحانه وتعالى، المقتدر القوي العزيز سبحانه وتعالى، يا أمة الجبار إلى أين؟ في الغادية. قالت إلى المسجد. قال وله تطيبتي، يعني أنت يا غادية للجامع ودايرة الطيب متعطرة.
قال ارجعي فاغسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة استعطرت فخرجت ليجد الناس ريحها فهي زانية. فهي يعني حكمها حكم الزانيات، يعني إن هذا الفعل ديالها فعل الزانيات. شكون هي اللي كتعطر؟ شكون هي اللي كتبقى تبرج؟ يعني من تطلب الوقاع وتطلب يعني من يخادنها ومن يصادقها؟ هذا فعل الزواني. وإلا أنت إلا كنت غادية فعلا للجامع ولا غادية تقضي شي مصلحة اضطررت إليها، فلتخرج المرأة تفيلة، وليخرجن تفيلات، يعني تفيلات يعني ما عندهمش ملابس، ما دايرينش العطر، ما دايرينش الطيب، خارجه ما فيها حتى شي ريحه والو، خارجه لان غادي لطاعة الله عز وجل. اذا المراه الا خرجت تخرج هكا. طيب الخروج في اخر الليل، حنا كنعرفوا بان النساء في الغالب يعني يخافن من الطرقات ومن الظلام ومن من يتحرش بهن وكذا، وغالبا المراه لا تخرج الا في رفقه. فإذا كانت كتخرج مع رجلها ولا مع ولدها كبير ولا مع يعني من يحميها، وكان مثلا المسجد قريب وكذا، وتخرج في أمن وأمان، والمنطقة اللي هي فيها ما فيهاش يعني الاعتداء، ما فيهاش الإجرام، ما فيهاش كذا، لا بأس. ولكن إن كان الطريق مخوفا وموحشا وليس لها مرافق من الذكور من قرابتها ومحارمها، فين غادية؟ فين غادية في ديك نصاصات الليل؟ وقد يعتدى عليها، وقد تصاب بأي شيء، على الأقل بشي تحرش وكذا. فتصلي في بيتها وتلزم بيتها، وتصلي بما تيسر. لأن احنا هادشي كله علاش داير؟ داير على قضية الأجر والثواب. فإذا كانت هي فعلا تريد الأجر فصلاتها في بيتها خير لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تصلي بمتى؟ يا الله تصلي بالفاتحة وقل هو الله أحد، تصلي 11 ركعة كلها الفاتحة وقل هو الله أحد، عاود ثاني تسلم الفاتحة وقل هو الله أحد. وهذه أفضل من هذيك اللي كتمشي تصلي في المسجد وكتصلي مع الإمام، إمام مجيد وكذا وكذا، إذا كانت تخشى هذه الفتن. إذا هذا يعني ما تيسر في هذه القضية ديال الجواب ديال التراويح. والله أعلى وأعلم. سؤال آخر، يعني بعض النساء تسأل عن عدد الركعات، شحال نصليو في التراويح؟ صليو 11، صليو 9، صليو 20، صليو 36، صليو كذا. طبعا واحد الوقت كانوا كيصليو الناس، دابا حنا كما قلنا راه غادي الناس كينقصوا. ولكن ورد في بعض الآثار أن الصلاة كانت تزيد على 11 ركعة، والعلماء مختلفون في ثبوت ذلك وفي عدم ثبوته. وأصح ما ورد هو ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، في رمضان ولا في غيره. فمن لزم 11 ركعة فهذه السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اقتنع بقول من قال من أهل العلم وهم أكثر العلماء بأنه يجوز الزيادة على 11 ركعة فليزيد، لأن العلماء اش كيقول لك؟ يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد، لكنه ما منع من الزيادة، هو ما زاد في خاصة نفسه، هو كان كيلزم 11 ولكن ما منعناش من الزيادة. فإن رأينا الزيادة خصوصا مع نقص الآيات التي نقرأها لأن هذا أرفق بالناس فلنا ذلك. والناس الآن صاروا يصلون في أول الليل وفي آخر الليل، هذا لا حرج فيه، كيصليو شي بركة بعد العشاء وما كيوتروش، وكيصليو قبيل الفجر يعني في التهجد، هذا لا بأس. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقطع الليل، كان يصلي وينام ويقوم وينام، يعني هذا أمر مطروق
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم. إذن لا بأس بذلك، يعني هذا من الفضائل، وكل ما ورد فيه أمر طيب. لكن من أراد أن يلزم 11 ركعة سواء صلى في أول الليل أو صلى في آخره فهو أفضل. إذا كان الإنسان بمفرده وأراد أن يؤخر ذلك إلى جوف الليل ليجتمع له فضل الزمان وفضل يعني المكان، إذا كان كيصلي في المسجد مثلا في آخر الليل مزيان، فيصلي في آخر الليل ويصلي بإحدى عشرة ركعة، فهذا أمر طيب إن شاء الله تعالى. إذن هذه أمور ما خصش يكثر فيها الجدال ويكثر فيها النقاش والخصومات وتعقد عليها الولاءات والبراءات، لا، وإنما الإنسان إن اختار قولا فيعمد إليه ويعمل به ويخلص النية لله عز وجل، وإن اختار القول الآخر فلا حرج، ولا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا، لأن الأمر ليس فيه قطع وإنما فيه اجتهاد، وهذا هو سبيل الفقهاء في الأمور الظنية الاجتهادية. لأننا ما كنتكلموش الآن في العقائد، فاش كنتكلموا في العقائد راه كاين حق وباطل، كاين هدى وكاين ضلال، ولكن في الأمور الفقهية اش كاين؟ كاين راجح ومرجح، وما تراه راجحا قد يكون مرجوحا عند غيرك من الفقهاء. فلذلك يسعنا ما وسع السلف من اختلافهم في هذا. فأنا أختار هذا القول لكنني لا أمحق القول الآخر ولا أحكم عليه بالبطلان التام، بل أعذر أصحابه وأعلم بأنهم أئمة مجتهدون وهكذا. والله أعلى وأعلم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا عملنا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا. أقول ما سمعتن وأستغفر الله لي ولكن ولجميع المسلمين. وطبعا أنا أخاطب النساء صلاة، ولكن يعني قد يصل هذا الكلام إلى الذكور أيضا. فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية والرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.